باش ناخذوا لي ديسيزيون فينال بور باش نبداو لا كونستركسيون وتوصلنا لهذا الايميل هذا دونك ربما المسائل غتطلب لنا واحد لو مول دو مو دو بلوس شكون بوتي بوزي كنطور ناس ب ودرنا هاد المجهود هذا الاستثناء اش اللي بغا يجي كوكا عندو نهار غنغجل اللقاء توصل السيد العامل استحضار ضيف جميع الادارات من بينها الوكاله الحضاريه جماعه نسروان الحضور ونتائج الاجتماع ونحن كان غنسجل الدور مهم السيد العامل يفعل خانق باش نسرع ديال البناء ديال الحصول على الرخص يسقسي نغمر المشاكل اللي زي بويدا عندنا في المنايا السيد العامل يسهر خانق الماموريه باش نسرع ذي البقع الارضيه يتوضا تعطنت باش نجن المصانع لان هو هذا سجن ديلي مؤقت باش نستخدم ان شاء الله نبدا البناء لان الهدف نفسه هو تشغيل اليد العامله وكان لقاء ناجح ان شاء الله والاخوان كاملين مره تفهم عندي منايا وان شاء الله منايا ديري عما قارب. السلام عليكم. اجتمعنا اليوم مع السيد عامل الاقليم صاحب الجلاله بمدينه الناظور كائتلاف وكمستثمرين لدراسة إمكانية إظهار هذه المشاريع الصناعية إلى حيز الوجود وهذه المصانع اللي خصها تعطى الانطلاقة ديالها ابتداء من هذا الأسبوع إن شاء الله والغرض من هذا كله هو الحث على تشغيل اليد العاملة وهاد المشاكل اللي كتعيشها مؤخرا مدينة ديال الناظور فيما يخص ممتهنات التهريب فباش تساهم يساهموا المستثمرين باش ان يجدوا الشغل لممتهنات ديال التهريب بهذه المنطقه ونتمنى يعني من المستثمرين باش يبداوا المشاريع ديالهم في اقرب الاجال ويبداوا السيد العامل عطى جميع التعليمات ديالو باش الرخص غادي تسجل في غادي تعطى لهم في اقصر مده ممكنه باش يبداو عملهم ابتداء من هذا الاسبوع. سي خالد بالنسبه لهذا الاجتماع واش اول اجتماع ولا ثاني اجتماع في الحقيقه السبب ديالو؟ في الحقيقه السيد العامل ديال الاقليم صاحب الجلاله كان يواكب المستثمرين في كل اللقاءات فهو كان دائما يحث ما من مجال لتشغيل اليد العامله الا كان لقاو ان الباب ديال السيد المكتب ديال السيد العامل مفتوح لازاله العراقيل الاداريه باش تظهر هذه المشاريع الى حيز الوجود للدفع بالاستثمار وعجله ديال التنميه الى الامام بالمنطقه ديالنا ان شاء الله.